لو قال لهم بس معلش معلش شوف 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 في قضيتين في قضيتين حدثت لما كان في خلاف وصراع هلالي اتحادي على اللاعب المغاربي جواد الزائري. اي صحيح. كان الهلاليين يقولوا احنا اللاعب لاعبنا والاتحاديين يقولوا اللاعب لاعبنا. لما استدعى عبد الرحمن الدهام بخبرته العريضه قال للاتحاديين والهلاليين انتوا الان قاعدين تصارعون على اللاعب المغاربي جواد الزائري، من اللي مع التوقيع؟ جاء الاتحاديين قالوا هذه عقودنا والتوقيع معانا، خلاص سجل لهم اللاعب. محمد الامير محمد بن فيصل الله يمسيه بالخير ارتضى بالموضوع وقال خلاص انا ما وقعت معه، لكن كان في صراع اعلامي ومزايدات، لكن لما طلبت الاوراق الرسميه تفي صار على الاتحاد سل موضوع جواد الموضوع الثاني مانسو كان الاتحاد موقع والاهلي ما معه اوراق. لما طلبت الاوراق تاشيرات من الاتحاد إيه؟ لما طلبت الاوراق الاتحاد سلمها، الاهلي ما سلمها. للاسف الشديد صار فيه النفوذ الاداري الاهلاوي كان اقوى فصدر قرار بانه اللاعب النفوذ الاداري في التاثير على القرار ونفوذ الاتحادي. انا احب اكمل النفوذ الاتحادي اللاعب مانسو كان حينها يلعب بطوله انديه العالم في طوكيو ها، فكان هو اساسا بيطلع من طوكيو بعد انتهاء البطوله كان يلعب مع نادي اكوادوري بيجي للسعوديه، فقالوا اللاعب لا ميثاق الشرف طالما في مزايده اللاعب يلغى اتفاقه مع الناديين، وفي الحقيقه ما في الا نادي متفق معه. لما اتضحت الامور قالوا احنا خلاص طالما ان احنا اجبرناكم على ابعاد مانسو من اللعب راح نسدد الرقيب احنا حنتحمل ما يترتب عليه من التزامات مع حقت حسن كيتا محمد يعني لا ما اقدر افهم القضيه حسن كيتا الاتحاد ظلم فيه طيب. حسن كيتا توقف وشطب وهو في نادي الاتحاد وبارد مرض راح لنادي الشباب وكانت له مستحقات لا بعد ثلاث سنوات ممتاز بعد سنوات بعد سنوات خلونا